ضيفين، نعم. الإيراني والعماني، بل هناك اثنين من قطر، اثنين من الصين، واثنين من اليابان. نعم. فحذاري من اليابان، كان هناك أرقام متقاربة جدا بالمئة وبالألف، آنذاك نعم يدخل التاسع. إذا ثمانية عدائين كما تفضل الكابتن سعيد عويطة في نهائي السباق المنتظر، سباق المئة متر للرجال. كيف سيأتي هذا السباق؟ ينطلق النهائي، نهائي المئة متر قطر. قلت لك أقل من 10 ثواني يا عثمان، 9.93 رقم آسيوي جديد. قطر يا قطر، الميدالية الذهبية لقطر في ألعاب القوة، الميدالية الذهبية الخامسة للرياضة القطرية في دورة الألعاب الآسيوية، الذهبية الثانية في هذا اليوم، اليوم العاشر من الدورة، والذهبية الثانية في ألعاب القوة من خلال اليوم الثاني لأم الألعاب. قطر يا قطر، إذا تفوز بذهبية هذا السباق بالإيقاع الأجمل، بالإيقاع السريع، متحفز، متوثب، قادر على تحقيق المجد. نبارك هذا الإنجاز، نبارك هذا الأداء، نتواصل بهذا العطاء وبهذه الصورة لهذا البطل القطري الكبير الذي حقق الميدالية الذهبية تحت حاجز 10 ثواني بزمن 9 ثواني 93% جزء من الثانية. هو سباق الكبار كابتن سعيد، والله رقم كبير جدا، رقم كبير كبير كبير. ضيف هذا الرقم على 44-46 في 400 متر. حتى الآن شاهدنا سباقين من حجم كبير جدا، 9.93 عثمان ليس بالرقم سهل، رقم قوي وقوي وقوي جدا، ودمر تدمير رقم الآسيوي الذي كان